واحد شال له هدية، أدى الهدية لفلان. المسألة دي انتبه لها كويس، لأنه عندها علاقة بأحكام كثير من الناس بيتجاهلوها. واحد شال له هدية من الهدايا وداها لفلان، ولا قروش اداها لفلان. فلان ده شغال موظف، موظف في الجوازات، ولا موظف في الرقم الوطني، ولا في غيره. اداه هدية، ليه اديته هدية؟ دار تطلع لك رقم، ولا عندك شنو، ولا كذي؟ لا والله الزول ده بس قريبي، وانا رقمي ذاته برا، هذا طلعته، لكن اديته لزاي قريبي. ده يؤجر، لأنه أدى الهدية، والهدية فيها المحبة وفيها الإحسان، والله يحب المحسنين. إذا ابتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى فيها أجر. واحد ثاني أدى ده هدية، ليه أديته هدية؟ والله ساي بس أديته هدية، خداني هدية وأنا أديته هدية. أيوة خلاص. الثالث أداه هدية، ليه اديته هدية؟ الله زول لا يخبي نلقاه قدام، والأيام جاية، والأولاد ذاته، المدارس قربت، كيف بدو يكبر، والرقم الوطني بنلقاه قدام. والناس طبعا قدام دي حد الدنيا، الزول المفروض لما نقول قدام يكون قصده شنو قدام؟ ججد الآخرة. وقدم السبت بتلقى الأحد. انت الخميس كيف؟ الخميس قدام الموت والسكرات والقيامة، خميس خالي ساي. قام ده أدى الهدية عشان شنو؟ ده بيخدمه، ده يأثم ولا ما يأثم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هدايا الموظفين غلول. والحديث ده طبعا كثير من الناس بيتجاهلوه، بيذكروا العلماء كابن عثيمين رحمه الله وكغيره من العلماء في انه انت هديه ما تشيلها كزول عامل. انت شغال في مؤسسه حكوميه، اي زول اداك هديه، والهديه دي ما هديه عامه، انت مسلم كمسلم، لا، هديه دي انت الزول ده بينك وبينه معامله ما تشيلها. شغال في شركه بتاع التكييف، مشيت صلحت لك مكيف لناس، رسلوك ناس الشركه، ادوك القروش اللي بيناتكم البين الشركة والزول، لا سيد البيت الدو قال لك يا أخي دي حق الشركة، دي ليون وهاك دي شوية، لأنه أنت شغلك نظيف وأنا تكيفت منك، ده حقك براك، حرام تشيله، حرام. والذي رفع السماء، لأنه ده عنده علاقة بشركة ولأنه موظف فيها. لكن لو براك شغال، براك شغل حر، جيت اشتغلت مكيف بيصلحوه بمية، الزول يتكيف منك، اتفقت معاه ب100، قال لك يا اخي هاك دي 120، شغلك نظيف، ثاني تعلينا، دي شيله حلال، لانك هنا ما موظف لشنو؟ لشركه ولا لجماعه خلفك. المهم بالنية يؤجر العبد، وبالنية يأثم او يؤزر، وبالنية يباح له العمل المباح. في اشياء كثيره، لكن نحن نكتفي ببعض الفوائد. من فوائد هذا الحديث أيضا ضرب الأمثلة، أن العالم يضرب الأمثلة لتقريب المعاني ولتثبت الفائدة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. بعد ذلك ضرب مثلا بالهجرة، ودي مهمة، لو تخاطب الناس أضرب لهم أمثلة، وبالمثال يتضح شنو المقال. الناس تضرب الأمثلة. هنا الشيخ العباد ذكر 8 فوائد، فالزول دائما الكتاب ده شنو؟ انا برجو انه الناس تحرص انه تقتنيه، لكن احنا بنختصر فيها. الكلام الفات ده كله انت عارفه كفوائد، لكن كفوائد تحفظها كحفظ، اعرف اهميه النية واهميه الاخلاص وما يندرج حول هذا الكلام. بعد ذاك انه تضرب الامثله في المقالات من اجل أن تتضح وأن تثبت المعلومة والفائدة عند الناس.